أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الكتاب الذي يوصي به سماحتكم بحفظه ومراجعته في مفردات القرآن وغريبه؟ ما أنت بحافظ كتب المفردات، لكن طالعها مطالعة تستفيد منها، مثل المفردات للراغب الأصفهاني، ومثل كتب الغريب، غريب القرآن وغريب السنة، وطالعها تستفيد منها، ولا الحفظ لا تستطيع حفظها. نعم.